شركة هواوي نزلت جهاز الاونر 5A بره مصر، وجات نزلته هنا في مصر باسم هواوي واي 6 2. سلسلة الواي ملهاش تاريخ حلو قوي مع المصريين، الأجهزة عادة ما بتبقاش على مستوى الفئة السعرية بتاعتها، لكن الواي 6 2 حاجة مختلفة تماما. كنت أفضل بصراحة إن هم يسموه اونر 5A كمان في مصر. أيا كان، معاكم أحمد كمان من AK ريفيو، مراجع جهاز هواوي واي 6 2. خلونا نبتدي بالتصميم بتاع الجهاز. الجهاز من رأيي تصميمه كويس جدا، ينقصه ان هو يكون معدن. الجهاز للأسف مش معمول من معدن. عندي على اليمين زرار الفوليوم والباور، وانا صراحة بفضل ان هما كلهم يكونوا في اتجاه واحد زي ما حاصل هنا، ده بيسهل ان انا اوصل لهم بالثمب بتاعي بصباعي صغير. وزن الجهاز هو 168 جرام، ابعاده هي الطول بتاعه 154.3 مليمتر، العرض بتاعه 77.1 مليمتر، والسمك بتاع الجهاز 8.5 مليمتر. شاشة الجهاز 5.5 انش، ده بيسهل جدا بالنسبة لي ان امسك الجهاز بايد واحدة، وشخصيا بفضل حجم الشاشة دوت لانه بيكون مش كبير قوي ومش صغير قوي. نوع الشاشة هو IPS وجودتها 267 بيكسل بير انش. كاميرا الجهاز الخلفيه 13 ميجا بكسل مع ابرتشر f2.0. الكاميرا كانت بتديني صور كويسه جدا في النهار، الوانها مظبوطه، حتى لما بيبقى فيه باك لايت بيبقى اللون مظبوط قوي، والسماء شكلها مظبوط، المباني شكلها مظبوط، الدنيا حلوه جدا بصراحه في الكاميرا الخلفيه في النهار. بالليل برده كانت بتديني اداء كويس جدا بالنسبه للفئه السعريه ديت. الكاميرا الخلفيه ما كنتش متوقع ان هي تديني الاداء دوت، لكن في الحقيقه ابهرتني. الديتيلز تعتبر كويسه، مش ممتازه ولكن تعتبر كويسه جدا بالنسبه لجهاز في الفئه السعريه ديت. الالوان ممتازه والاضاءه ممتازه برده. بالنسبه للكاميرا الاماميه، الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل مع ابرتشر f2.0، طبيعي جدا طبعا ان هي تديني في النهار صور كويسه. فخلينا نشوف صوره ليها بالليل. بالليل كانت الصورة بتبقى مش كويسة قوي، الألوان فيها ممكن تكون كويسة، الديتيلز للأسف منعدمة، الديتيلز وحشة قوي، الصورة بتبقى واضح فيها النويز، الصورة نويزي إلى حد ما، واضحة جدا النويز فيها، لكن كألوان وكإضاءة مقبولة إلى حد ما. الجهاز بيجي بإيموشن UI 4.1، المرة دي ده أول جهاز من سلسلة الواي بيجي بالإيموشن UI كاملة، مش النسخة اللايت أو مش النسخة الخفيفة منها اللي هي بيبقى ناقصة فيتشرز كتيرة وناقصها مميزات كتيرة جدا. واجهة الايموشن يو اي مش اكتر واجهة انا بحبها، لكن كل يوم بيبقى فيها تطوير عن التاني. الحقيقة كل يوم بلاحظ ان هواوي بتحاول تقدم فيها احسن من اللي قدمته قبل كده. الجهاز عالميا بيجي بسناب دراجون 617 مع ادرينو 405، لكن في مصر بيجي بالاس او سي اضعف شوية، وهي كيدن 620 مع مالي 450 ام بي 4 مع 2 جيجا بايت رام و16 جيجا بايت ذاكرة داخلية. كنت افضل طبعا في مصر ان انا اشوف سناب دراجون 617، لان سناب دراجون 617 بروسيسور كويس قوي واحسن من كيرن 620 بشويه ملحوظين الحقيقه، لكن خلينا في الجهاز الموجود معانا دلوقتي وهي النسخه الكيرن 620. الجهاز ده الحقيقه معايا كان كويس جدا، ما كانش فيه اي مشكله سواء كان في تصفح السوشيال ميديا سايتس او التقليب او المالتي تاسكينج او الالعاب الخفيفه، وحتى لما كنت بخش الالعاب الثقيله زي نوفا 3 ادتني اداء انا ما كنتش متوقعه جدا الحقيقه. الاداء كان كويس جدا بالنسبه للفئه السعريه ديت، ما واجهتش اي لاج في اللعبه خالص. احيانا كان بيبقى فيه فريم سكيبنج، لكن الفريم سكيبنج ما كانش بيبقى ملحوظ، كان بيبقى على فترات متباعده. الاداء بصراحه كان في المعتاد بيبقى سلس، ومن رايي دي حاجه كويسه جدا للفئه السعريه ديت مع لعبه ثقيله زي ديت. بطاريه الجهاز هي 3100 ملي امبير، حجم البطاريه كويس الحقيقه، وما كانتش بتاخد معايا وقت طويل او مبالغ فيه ان هي تشحن، رغم ان الشاحن بتاع الجهاز مش فاست تشارجر. ولو استعمالي للجهاز كان الاستعمال خفيف او ما تقلش عليه قوي، كان ممكن بيكمل معايا اليوم كله او بالكبير بضطر اشحنه مره واحده. لكن طبعا لما بتقل على الجهاز او بشغل عليه مده طويله كنت بضطر اشحنه اكتر من مره، فكان السكرين اون تايم بتاعه مع البرايتنس على الاخر واستعمال واي فاي مع مجرد تقليب في السوشيال ميديا سايتس، ما كانش فيه لعب او ما كانش فيه شغل تقيل، كان ممكن يقعد معايا حوالي 6 ساعات. طبعا مع استعمالك انت هتفرق، ممكن اقل شويه ممكن ازيد شويه على حسب انت بتعمل ايه في الوقت اللي انت شغال فيه على الجهاز. بصراحه الجهاز للفئه السعريه بتاعته اللي هو فيها يعتبر الجهاز كويس، ما بقولش احسن حاجه او اقوى حاجه ممكن تلاقيها، لكن الجهاز كويس جدا للفئه السعريه ديت.
الجهاز بصراحة مختلف تماما عن أي جهاز من الأجهزة اللي مسكتها في سلسلة الواي. سلسلة الواي بتيجي مع ايموشن يو اي مش كاملة زي اللي موجودة في الجهاز دوت، بيجي مع الشاشة دايما بتعلق شوية وبحس إن السوفت تقيل قوي وبحس إن الجهاز الكاملة بتاعته وحشة جدا. الكلام ده مختلف تماما في الواي 6 2. الواي 6 2 أنا مستحرم أقول عليه واي أساسا، الجهاز المفروض يبقى اونر 5 اي، أنا بالنسبة لي معتبر الجهاز دوت واوي اونر 5 اي. هستنى رأيكم في الجهاز في الكومنتات على الفيسبوك وكومنتات على اليوتيوب، ولو عندك اي استفسار متعلق بالجهاز دوت اسأل في الكومنتات. كان معاكم احمد كمال من 8K ريفيو، مراجع جهاز واوي واي 6 2.